ميري ميري حطي غداي. ليش ما في اكل معهم؟ انت دائما قمة تاكل. بابي ميري سوي غدا، ميري سوي عشاء. اتحداك انت. اركت بديتك يا الشغاله المتفلته. انا والريس بعدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين عمي تحصه؟ تقول انزل بسرعه. بالحوش. بالحوش. تعال تعال، وين رايح؟ عمي تحصه مسوي حضره تجول، تقول لا احد يطلع لما ناديه. ابو عامر وام عامر وعيالهم الرجال توجه للحوش، حصه تنتظركم الان. هيا هيا بسرعه بسرعه بسرعه، انا بالحوش. تفضحنا ذي، مشينا بسرعه. شفت ما منكم رجع، وكل واحد اللاهين في نفسه وناسين عمتكم حصة. قلت أجيب لنفسي هدية أستاهل، بس لا حد يسألني وش المناسبة لأني أنا مدري. ما لقيتي أكبر من ذا الصندوق؟ أسكت أنت، مالك دخل. نوف يا قلبي، أبيك تصوريني بجوالت وأنا أفتح الهدية زين، وأنتوا صفقوا وصارخوا وكذا وصفروا زين. ابشري ابشري. واو مرة فلة. واحد وجيهكم انصفقت. وش رايكم سيارتي الجديدة؟ الحين ذي كيكة ولا سيارة؟ مسوية زحمة والبيت فاضي، كان دخلتي الصالة. أعطيني أعطيني الريموت تدخلها. لا 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 تحرجها، تعرف الريموت يبي له حجار ويمكن ما شرت. خلاص يا عمة، الحجار على حسابي. السيارة وين؟ يبا شوفها تحت. تحت تحت زيادة. ما لقيتي أكبر منها؟ لا يبا هي تربيها وتكبر، يعني مع الزمن. تتربى بعزس. وجع انت وياه ان شاء الله، هي حاصلات لكم اصلا؟ ما عليك منهم، والله منها كيوت، بس ما في منها الوان. هي زينه يا حصه، بس يعني لو انك تنحفين شوي عشان تقدرين تركبينها. اي صح صح، يعني انت دبه يا عمه، لو تنحفين شوي 10 15 35 كيلو. الا وين الفرد الثانيه؟ وش قصدك؟ بوت. يا اخي مشكله المناديب ذولي، اكيد نساها صح؟ أشرها على اللي يوريكم إياها، لي 3 أشهر أدور عليها. صدق؟ وين لقيتيها؟ أكيد تحت السرير. عامر يا عامر، قاعدة جاهز. بابا سليمان كبير الهن، ليش جيب سيارة لابا؟ جيب سيارة صدقي. أقول انطمي انطمي بس، ترى قيمة ذي السيارة 160,000 ريال، ينطح ريال. فهمت، هذه العينة حقت السيارة الصدقية. طيب وين السيارة الصدقية؟ وليه ما جبتيها؟ هل لديك التزامات ولم تتمكني من سدادها؟ أبد، ترى ابشري أنا والعائلة الكريمة نقط ونسددها. ها تقطون؟ تقط يبا؟ نعم. أقول اسكت بس، تتريقون على عمتكم ها؟ والله ما تركبون ذا السيارة ولا تشمون ريحتها. أصلاً عساها تكفيس. عامر عامر ها؟ حظت أصلة بعشرة ريال. ليش ودي مقسلة؟ دكت جوا السيارة؟ أنا قسل سوا سوا معين. يلا يلا فات الجوا. اوف عامر متاخر عن مباراه الهلال، انا قلت اكيد حاضرها عشانهم لاقمين قاعد اتفرج عليها في الجوال. لا تفرح، توها ما انتهت، لا تامن الهلال حتى يدخلون غرفه الملابس. وينك اليوم يا العينين مكشت معنا؟ عسى خير يا اخي، ما في احترام للخصوصيه، قايل لك مشغول مع اهلي. كاذب، كان بمطعم سحب على كشتتنا عشان اكل. وش دراك انت؟ صاحبي كاشير بالمطعم شافك. كل الاخبار توصلني. ما انت بعاقل يا خالت قماشه. المفروض البلاهي ما يجلس بالهلال ولا دقيقه. يا حبيبي شخصيته في الملعب تكفى 20 لاعب، يستفز الخصم ويعطي اللعيبه الثقه، غير الاهداف اللي تجي وتنقذك. ايه هذا الكلام الصح، شخصيته على نفسه يخرب اللاعبين علينا. شوف الحين كلهم يدخلون الملعب تنشين ويطلعهم من الملعب يا ابوي. ذا سلامات، الحين انا اصيح علشان مباراه الهلال، انت يا ام دميع ليش تصيحين؟ بالله يا عطني، اصلا جو المباراه كان مشحون بزياده. انت اللي جوك مشحون بزياده، طلع منها فضيلك. انا ايش فيس يا اخي؟ ما مداني اروق، اللي جت امي ونكدت علي. ليه وش سوت؟ كلمتها واحده تبي تخطبني لولدها. هذا وقته؟ في حد يخطب بالاختبارات؟ يوم جيت اناقشها سكتتني. خلاص خلاص يا اختي، انتبهي لدراستك وركزي،
خلي الموضوع ذا علي، انا بكلم امي، لا تشيلين هم، انا بكلمها والله لا ضبطت، والله لا ضبطت، بس اسمي ابي تركزين وتعطيني الدكتوره زي ما قلت لي اسول. وضعيه وشو؟ متروفيتش. اي متروفيتش، كفو والله. يا ولدي انا وابوك ما عندنا مانع، البنت في سن زواج، لا توقف طريقها. يمه انا ما ابي لها الا كل خير، بس البنت متقروشه وعندها اختبارات، وحنا تبينا نقول للناس يجون في الوقت اللي حنا نبيه، تصيب وجاهه. الولد ما سألنا عنه ولا نعرف أي شيء عنه، هو بس يجي بكرة وبيشوف، بعدها عندنا وقت نسأل عنه ونعرف كل شيء. طيب أبو عامر، الحقيقة لنا الشرف أننا نصير قريبين منكم. هذا ولدي سعد الله يسلمك من خيرة الرجاجيل، رجال حط على يمناك في كل شيء، ما همه إلا البيت والدوام والمسجد فقط لا غير. لا وبشرك بعد شيء ما تدري عنه، راعي صيد مثلي أنا وياك، أنا أتمنى أن نطلع كشتة مع بعض وشوف عائلة. ما شاء الله، إلا سم راتبكم يا عم. راتبه 12,000 ريال. لو أنت تشتغل يا سعد. يشتغل الله يسلمك يا وليدي في شركة حكومية، عقودهم حكومية. الله يوفقنا وياه. لا وبشرك يا ابو عامر، راعي صلاة محافظا على صلاته بالمسجد، هذا اللي احنا نبيه. الله يسلمك، الله يطول عمرك. تركي تركي. سم سم سم. هلا يبا. هلا ابوي. هلا هلا والله. هلا هلا بالقائد العظيم والدي. وش تسوي يا ولد؟ أبدا أصلح السيارة هيبا خربانة. أهدلتك السيارة يا ولدي، كل يوم وانت تصلح فيها. وش أسوي يبا؟ خليها خربانة؟ بيعها بيعها وطقها رجلي. وليه أبيعها يبا؟ لأني محتاج فلوسها. بعدين يا أخوي طقها رجلية، أنت توك شباب. شاف يا تركي، إذا ما بعتها وجبت لي فلوسها ترى أبدعي عليك العصر والمغرب واحتمال العشاء بعد. لا 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 يبا، بس 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 ارحم والديك. لا تكمل لا تكمل، تكفى خلاص خلاص. ليه كل هذا؟ أبى أبيع السيارة وبعطيكوا فلوسها، بس يعني معليش بعد إذنك، يعني بعد إذنك يبا أبى أتسلف منها شوي. نعم تتسلف منها؟ إلا السلف ذا، لا عاد أسمع كلمة سلف منك، فاهم ولا لا؟ أتسلف منها. طفها طفها. ها رايك؟ والله بشريها منكم 6,000. شو اللي 6,000 يا ابن الحلال؟ انا يا اخي ترى ما بعتك ايفون. الايفون اغلى من درزعتك ذي، ما فيه الا قطعتين ثلاثه ولا الباقي حديد. على الاقل يا اخي قدر صاحب السياره، وش فيك انت؟ من مثل ما اعرفه عشان اقدر. المهم اسمع، ترى جاتك هالسومه 6,000، تبي ولا السوق مليان سيارات؟ خلاص يا ابن الحلال، هالدراهمك هالدراهمك. زملائي الطيبين، زملائي المطانيخ، كريمين العطايا، انتم عارفين انه انا ما عندي اهل ولا عزوه. انتم عزوتي، والله انتم عزوتي يا عيال. اكيد تبغى حاجه، يعني على اساس انك صدتني يعني. ايه ابي حاجه يا عيال. انا بعت سيارتي ب6,000 ريال، وبصراحه بشتري لي سياره جديده، وناقصني بس 30,000. فسحتكم يا عيال، ايش فيكم؟ سدد اللي عليك اول بعدين تعال اطلبنا. ترى في شيء اسمه بنك، حط فلوسك فيه، ما تبي تخلونها كاش. ايش فيك ايش فيك ايش فيك يا اخي؟ يا اخي تدري ان عندي ايقاف خدمات؟ فزعه يا عيال، ايش فيكم؟ سلف، فزعه، دين، ايقاف خدمات، توقيف، ختمت كل القضايا. عدل وضعك اتركي لمتى؟ طيب شباب، ما دام الموضوع انفتح تراني اطلبك 7,000 ريال. وانا ابي منك 2,000 ريال. وانا معطيك سماعات وقنبوت رياضه. ما حد سلم منك يا كاذب، وانا اطلبك 7 ريال. اذلوني اذلوني علشانكم اعطيتوني الفلوس هذه، بذلوني وخلاص. فلوسكم هذه انا ما ابيها، خلاص ما ابيها. خذوا
خذوها ووزعوها بينكم كلنا ناخذ حقه. ما 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 ابي شيء خلاص. ذا يبي ايباد، ذا يطق ذا، ذا يدف ذا، ازعاج. عاد ما انا ابثر من عيال عمتي جواهر عمتي حصه، جن الله يصلحهم. يا ابوي خذ لك خيزرانه ولا عقال شيخمطهم رايح جاي، الين اللي في راسه جنان يعقل. ما اقدر عندهم حصانه، كل ما قلت لواحد من عيالهم شيء قالوا انتم جايبيننا بالبيت عشان تطقون عيالنا. الحمد لله والشكر اني بعيد عن الاجواء ذي، لا بزارين ولا وجع راس. الاول يلا عطني اياها عشان ترفيه. هلا عمتي جواهر. تكفى يا عامر، تكفى الحق علينا بسرعة. ليش؟ فيصل ولدي مفلق راسه وقاعد ينزف، تعال بسرعة. أوف أوف أوف، يلا يلا جايكم. بعد إذنكم يا عيال. عسى خير. والله ما أخليها بخاطري. أربعمية. تسلم لي. أعوذ بالله. تعال يا كفتة الحين كمل بدالي. جاكم كابوسكم يا صالح ياسر. والله حظك اللي يبيع لك وياشري، جيتك 400 قاعدين برا. افرش الله يسد نفسك. ايش عرفك انت؟ ما ابغى اوضح اللعب، هذه لعبه كبوت. يا واد قوم يا واد. رص وجه خويه بالورق. يا جعل الخصوم كلهم كفته. وين حصة؟ أكيد هجم بعد ما ولد خال جاب الطاعة. أنا دايق بروح أنام. ارقد ارقد أنت، ارقد يلا فسخ جزمتك. الله يصلحكم يا ربي، شقيتوني قسم بالله. وليش اطق الباب غرفتي؟ معليش يا عامر، اليوم بنرقد بغرفتك، انا ما علمتك، ظهري يعورني ما اقدر انوم على الارض، حد دبر نفسك. ابوك يا الاحتلال. يا حياتي وافل كورنفليكس ببيت خالد، ترى مو فندق يا حبيبتي، كولي من النعمه اللي قدامك احمدي ربك. يما ما احب مربى مشمش. من قالك انت مشمش؟ خوخ. كل واحد ربك على النعمه. اما ما تفرق بين المشمش والخوخ؟ عطوني عطوني خلنا ذوقي. جيبي جيبي خلنا ذوقي. زملائي الطيبين، زملائي المطانيخ، كريمين العطايا، انتم عارفين انه انا ما عندي اهل ولا عزوه. انتم عزوتي، والله انتم عزوتي يا عيال. اكيد تبغى حاجه، يعني على اساس انك صدتني يعني ايه ابي حاجه يا عيال. انا بعت سيارتي ب 6000 ريال، وبصراحه بشتري لي سياره جديده وناقصني بس 30000. فزعتكم يا عيال، ايش فيكم؟ سدد اللي عليك اول بعدين تعال اطلبنا، ترى في شيء اسمه بنك حط فلوسك فيه، ما تخلونها كاش. شفيك 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 يا اخي. يا اخي تدري ان عندي ايقاف خدمات؟ فزعه يا عيال، ايش فيكم؟ سلف، فزعه، دين، ايقاف خدمات، توقيف، ختمت كل القضايا. عدل وضعك اتركي لمتى؟ طيب شباب، ما دام الموضوع انفتح، تراني اطلبك 7000 ريال. وانا ابي منك 2000 ريال. وانا معطيك سماعات وكمبوت رياضه. ما حد سلم منك يا كاذب. وانا اطلبك
سبع ريال. اذلوني اذلوني انا عشانك ما تعطيني الفلوس هذه بذلوني وخلاص فلوسكم هذه انا ما بيها خلاص ما بيها خذوها ووزعوها بيكم كلنا ياخذ حقه ما ابي شيء خلاص هات يحسبهم بالله اي والله كم يقول له؟ سته قال اسمع يا تركي ترى حنا جيناك عشان نعتذر منك من الموقف اللي صار لولا غلطك ومحبتك عندنا ما جيناك ترى والله من محبتنا لك يوجعنا الحال انت به ونبيك ترتب امورك وتفتك من هالديون تشتري لك سماعات وابوات بدل ما تاخذ حق احد وانا اعلنها قدام الجماعه اني مسامحك بسبع ريال اللي عندك المهم يا تركي ترى جمعنا لك 30,000 ريال عشان تساعدك مع الدراهم حقتك وتشتري لك سياره جديده عقب ما تشتري السياره خل عنك دوران ودوجان ودامك عاطل ويشتغل بتطبيق مرسول والله يا ابو خير والله انكم فاجأتوني بس والله ماني مستغرب موقفكم ونخوتكم والله انكم كفو يا عزوتي هذه الفلوس وانت بتصرفها لين ما تلقى الموتر واللي اهم منها يا تركي لا تحطها قدامك ثم تصرفها خلها عند الوالد عشان يحفظها عنده لا ليش مشكلة كبيرة؟ لا يعني أبوي وأخاف يزعل إذا درى أني متسلفها منكم تركي يا تركي تركي سمسم أسقه أسقه ما تسمع أنت يا ولد باقي قهوة عندكم؟ إيه باقي باقي أشوف الدلع العيال تقهوا وخلاص طب ما في قهوة عامر شفت المحاورات حسب الدعوة سواليف شاعر توهق برا خلوها أجيك وأجلدك بلساني وبيميني تزمر على الناس يعنني ويعنني تزمر على الناس يعنني ويعنني والله ماني برد عليك وانت في مدرج انزلي في الملعبة يلا هلقم هذه نهاية براشك تبي نزبينك وتهج يا فقي كل الناس طالع فينا تحسبني بخاف منك لا يا بوي مو بعامر اللي يخاف جهز ردك جايك لا داعي لا داعي وانت رح شوف لك شغلة غير المحاورة يا ولد يلا انزل يلا انزل وراك خايف انزل ما انت بكافو لو تجر الصوت بتصايح لو طال صوتك ما سوى بي ولا حاجة Thank you.
شفتوا لعبت فيه حقه وما جاء. اتوقع بعد اللي صار له بيعتزل المحاورة، واذا رد عليك ترد عليه بابيات اقوى. انا بصراحة رحمت الراجل، المفروض تعتذر له. ما اعتذر له وين، احنا في مدرسة. يا ابوي هذا مواجه فرسان، اذا ما هو بقد التحدي لا يهايط قدام البشرية. كفو تنطحها، كفو تلحقها، كفو كفو كالطيب. يا عيال انا ملخ، وشلون ود عمي شاعر ولد عنه لليوم؟ صدقت الحين ولا انت في جبهتك ببيت؟ لا 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 لا، عقب اللي شفته اليوم ما ابي منك لا بيت ولا شقه. هلا والله بشاعرنا، بكره ابشر بعزك يا رجال. لو من فاضي افضالك يا سليمان، وينك؟ وانتم مع كل طلعه لازم صراخ. وين سليمان؟ ليه ما نزل معك؟ ما ادري عنه ذا البزر، انت ما قلتي له يجهز؟ الا قايلت له من العصر بعد، بس لازم يلطعنا. اجل انا بسبقكم الخوالي وانتم جيبوه معكم. اخي يا مساعد فعل ايه لا تفعل بي. سليمان انت للحين ما لبست، اخلص وطف السوني الله ياخذه من جهاز. ام الله يرحم والديك، لا تدخلين علي الدخله ذي. اخويا يسمعني صراخك. وانا وش دخلني في اخوياك؟ اخلص والبس يلا، تاخرنا على خوالك. وما انا برايح معك. وش اللي ما انت برايح؟ بتروح غصب عنك، وش بتجلس تسوي في البيت؟ بيت خوالي طفش ولا في سوري، وش قاعد تسوي؟ اصلا انا افرح اذا جاي يوم الجمعه ورحنا لخوالك، ابيك ترتاح من السوني، عيونك حمر طول الاسبوع تلعب. طبي امه اسمي الحين انا اسمعني، لا ترفع ضغطي وتناقشني، خلاص البس واخلص يلا. والله يا ماجد عبد الله كان ينوم الليلين عقب صلاة العشاء ولعب بحراسهم الدائر والسنوبي والعواد. وش دخل يا خال؟ مو بشرط يسد الماجد يعني يفوز النصر، يا مباريات فاز الهلال وتعادل وماجد لاعب. يا أخي أنتم النصراوية ما عندكم إلا ماجد. أنتم تتمنون إن عندكم واحد مثل ماجد ولا أنتم حصلين؟ شوف النصر، شوف النصر وش جاب، ما يجيب إلا أساطير. جانا رونالدو وسحب عليكم ميسي. ايه بس انا نيمار. جاكم نيمار؟ اقول نيمار هذا موقعين معه علشان تعالجونه، كل شوي اصابه كل شوي. الهلال نادي الاساطير ولا يعتمد على لاعب يا خال. انا ماني براعي كوره لكن عامر صادق في ذي. يا ابن الحلال كله كلام فاضي، في مباراه 3-1 في نهائي الدوري 1415 ترى بتاريخ سامي وثنيان لعب فيهم بعبد الله لعب. بس ذيك المباراة يا خال كانك تذكر الحكم ما حسب بلنتيين للهلال. اوه مسوي انك كنت موجود الله يصلحك في ذيك الفترة وانا خالك. اقول انت كنت في العدم. لا تقعد تدربي راسك بشيء ما تعرفه. يلا يا الربع العشاء. يلا قوموا العشاكم، سواني في الكورة ما تنتهي. اي والله ما تنتهي. بسم الله. يلا تفضل تفضل. تفضل يا خال. بسم الله. لا إله إلا الله. هنشوفك يا عامر. إن شاء الله يا خال. الكبي يلا يلا جايكم. ايه جايكم في الطريق دقوا الولد. انا يوم كنت حامل بالسابع قالوا لي احتمال حملك ما يثبت. اذكركم كنت معك بالمستشفى وقتها كنتي حامل بحنان. لا أظن كانت حامل بفهد. لا فهد أنا جبتها بعملية. ما شاء الله يا منيرة، وش ذي الجلابية الحلوة؟ سليمان ايه
والله وتغيرت، وشلونك يا القاطع؟ الحمد لله تمام. مبتي ما جيت عندنا القصيم لنا سنتين ما شفناك. ليه فوت تستنب بس؟ ايش رايك بس؟ اسمع تكفى بصورك. لا لا دقيقة لا تصوري. ابزيلك فيديو قبله بعد امانة امانة. سلمان تاخذي لي محتوى انت. اسمع سلمان بالله اطلع سكر الباب. هذا اقول لك انا ولا شيء. يمه نمشي الحين ولا ترى باخذ تاكسي وامشي؟ وشو؟ تاخذ تاكسي لحالك؟ هذا اللي ناقص. ايه عادي انا كبير. سليمان اعقل، خلني اجلس مع خواتي واستانس. يعني امي انت جلسي مستانسه وانا اجلس طفشان. طفشان ليه؟ العب معهم. العب مع ذول البزارين. سليمان هي كلها ساعتين وبنمشي نرجع البيت خلاص. طب وش قاعد تسوي في الساعتين ذي؟ سليمان! أوه وش تبين؟ يا أخي أبوي وعامر تحت استنونك، يقولون في رجال انزل. يا ليل مين بيجي العصر؟ أكيد ناس يجين يخطبونك كالعادة ترفضين. يا عم حنا جايين بنتعاقد مع سليمان يكون لاعب محترف في فالكنز، جالسين نشوف الولد لعيب وجالس يحقق بطولات ومستواه يتصاعد، وبيكون ترى من أهم اللاعبين في السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وشلون عرفتوا إنه لعيب وهو ما يلعب كورة إلا بالحوش؟ لا يا عم نقصد لعب إلكتروني بالسوني. إيه يعني أتاري. حتى أبوك يسميه أتاري. إيه كذا هم كلهم يسمونه أتاري. مش الموضوع أبا عاصي الولد لازم يكمل دراسته، ما فيها أتاري. لا يا عم إن شاء الله ما راح تتعارض مع دراسته، ترى أنا ألعب أتاري ومتفوق وتخصص هندسة شبكات. هذا كبرك وتلعب أتاري؟ حنا بنعطيه راتب 20,000 وبنتكفل بكل شيء له هو ومرافقه، غير فلوس التسويق والاعلانات. هذا اللي توظف قبل يتخرج. ها الى الان صامل على معاصي. اوافق اوافق اوافق. يس. اوف 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 اتحداك المكان البطل. وش ذا كله؟ فالكونز. حياكم الله. اخيرا والله اخيرا يا عابد. وش اللي اخيرا تلاقينا؟ سلامات سلامات. اثقل يا ورع، هم يحبون الخفيف. اركض تفضلوا، هذا مقر لنا، معسكرات وتدريبات كلها بتكون هنا. تعال سليمان اوريك مكتبك. اقعد يا البزر، مكتب حركات ها؟ وانا وين مكتبي؟ صدق مالك مكتب؟ لكن ابد خذ راحتك، المكان مكانك. مشينا سليمان. ابوك الجحده بس هو قال خذ راحتك. اوكي هذا اللي ابي انا. والله بالدير 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 اتحدوك الكرم. اوف والله فلنا عيون. سليمان من اليوم بيبدا معسكرك هنا، الاتحاد السعودي للالعاب الالكترونيه مسوي بطوله عندنا هنا، ومن شروط البطوله ان ما في اي لاعب قد شارك ببطوله رسميه من قبل عشان يدعمون المواهب ويطورونها، وانا اخترتك عشان تمثل فالكنز. صدق؟ ابشر باللي بيض وجهك زلني. هات الجوال. هلا هلا الجوال بها انت قاعد تصيح علينا. يلا ادرس في باك. يلا استلم الدخول العنيف بتذكرهم اجل. مساك الله بالخير يا اخوي. هلا والله باخيتي. شلون دخلتي؟ هو دخلت مع الباب لقيتهم عامر ونوف ينزلون مقاضي من السيارة، الظاهر انتهم يدرون ان في عزيمة. عامر قم جيب باقي الأغراض من سيارة نوف. عامر خلي سليمان يساعدك، ترى في كراتين ثقيلة فواكه شايفتها برا. سليمان يا سليمان. ها وش رايك عمتي؟ جبت هالورد خصيصا لذي الجمعة. ما شاء الله يهبل، أكيد طالعت على عمت. أقول أعطيني صورة. لا ما أبغى الجوال. أبى صور الورد بس. وجع وجع. بدينا صفرات الإنذار. أتركها خلي الجوال معها وكل المصراخ. خلاص عمتي أنا بصورها بجوالي وارسلك إياها. هلا يا غادة. أي موجودين ادخلي. يا ميري ميري افتحي الباب.
شاء الله عمتي غادة تدق قبل لا تجي. وش قصدك؟ واضح شو اقصد. على الاقل لنا اقدر عزيمة اخوي واجي بدري، ماني بصيف مثلها واجي اخر الليل. مساء الخير. هلا والله بالعم البطلة. هلا عامر شلونك؟ الله يحييك. هلا هلا وسهلا. هلا بأخوي شلونك؟ شو صحتك؟ هلا والله بخيتي. يا الله حي يا هلا والله. هلا هلا حبيبتي. هلا والله من جانب الله يحييك. هلا وسهلا. وحشتيني. شلون طيبة؟ بخير. استريح يا عمو استريح. هلا وسهلا. هلا والله شلونك؟ مرحبا. هلا يا بطل. هلا وسهلا. كويس؟ هلا والله كنك ناحب. كيف والله استمر. شلونكم؟ الحمد لله بخير. شلونك يا غادة؟ أنا بخير. صح طيبة؟ الحمد لله. وشلونك يا مهند؟ وانت يا لورا؟ الحمد لله طيبين. ما شاء الله يا الضرابة، الله خلق وفرق. حتى أمه ما جت ويدها فاضية، جايبة حلو فطاير وعصير تايم. تدري حصة أن عيالي من يوم جو ما سلموا علي قاعدين يلعبون بهالإيباد هذا. يا عبا ورا ما سلمتوا على أخوي؟ هماني قلت لكم إذا رحنا بيت أخوي نسلم على راسه. يلا قوموا قوموا. يما شوفي خالد ما يعطيني الإيباد. والله يجهز كب. عطى خليه يلعب. يما ما لعبت له شوي. من جينا وانت لعب بهالايباد يا النصاب. يلا حطه لا انت ولا هو. اوف 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 اوف. لا يكون اللي في بالي. يبي لها طقه باب ذي. إيه إيه والله منشين النفس بعد ما طلع لنا إلا ذي. خلى عليه. إلا يا أختي سيارة من ذي؟ مناهل وش عندك؟ لا أبد، نبي تنادينا عشان نبارك لها. ما هي فاضية لكم. بتنادينها ولا تصرف؟ وش بتسوي يعني؟ هي 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 وخر عن السيارة. خير وش سالفة؟ ما في شيء يا بنت الحلال، هذا نداء المناهل. الحين تعالي ورا مخلي باب سيارتك مفتوح. وش دراك انه مفتوح؟ المرايات يا خبله. روعت راجع لك الضربه. اجل مرسيدس ها؟ قل ما شاء الله. ما شاء الله ومبروك يا اهطف موظفه. الله يبارك فيك وعن الغلط. صاحي انت تشترين ذا الموتر؟ ترى استوس متوظفه. ما قلت لك حسوديين يا اخي فلوسها وبكيفها. مع اني ما دانيه بس كلامه صح. معليش يعني الحياه حبه حبه يا ماما مو بشفاحه. تدري انها شاريه شنطه ب50,000 وهي ما كانت تتعدى سوق الأندلس؟ أم عاد 50,000 بقيمة الهلي ذا. يا حلالك بس فيه شناط بقيمة الرنج ذا. طبيعي تتفقين معهم وأنت تفكيرك نفس تفكير العيال. صدق من سماك أبو حمود. أبا علمس من هو أبو حمود الحين. خلاص خلاص أنت وياها قلبوا على بعض. قلبتهم بريال يا رجال. المهم يا الحبيبة مو ترفخم وش زينة وش حالاته. لوحات مخيسة كأنها عداد كهرب. يبي لك لوحات مميزة. يا أخي شو أسوي؟ هي جت كذا مع السيارة. طيب عادي غيريها واشتري لك لوحات مميزة. يا أبوي كفاية صرف. يا من الحلال هي صارفة صارفة وقفت على اللوحات. طيب من وين أشتريها؟ ترى تحسبها تشتريها من بقالة. أبد وصلت خير. مدير اللوحات عندي. يا وخيتي بوها حروفها مكررة هذه غويلة شوي. ما بين 10,000 و15,000 وبوها الأرقام مكررة هذه من 30,000 وانطالع على حسب قوة الحرف والإيمع. فيه الأرقام الفردية هذه عاد غالية مرة وما تنطال. لا أنا في بالي لوحة معينة. نهل صح؟ يعني عشان مناهل وكذا. لا وش مناهل؟ أبي الحروف بالإنجليش تكون MHR نفس البوزيشن حقي في الشركة. MHR وش تصير بالعربي ذي؟ را هذه ما تجيب 1,000 ريال. الزخم والله عليك يا مناهل. والله يا انت ذويقه. لقيت اللي تلوحه ب25,000 ريال يا بلاش. ولا به رقمين متكررات واحد وواحد. الله مره حلو. عاد رقم واحد رقم حظي. والله حظي انا. نقول تام مره تام. I like it. لا ام القهر تفنشت بالتعوى. كل منكم ما ادري وين رحتوا.
ايش رايك نلعب جيم ثاني؟ لا 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 ما اقدر، جت الساعه 4 خلص دوامي. باي. الله يكتب اللي فيه الخير، ولو فيه نصيب الله بيسره. ابشري، انا بسالها وارد عليك، ولو علي صدقيني والله ما نلقى احسن من نسبكم. على خير. يا حليله. السلام عليكم يما. هلا حبيبتي. عليكم السلام. هذه ام عبد المحسن، اول شيء تبارك لك بالوظيفه، والثاني شيء تبي تخاطبك ولدها عبد المحسن. الله يسلمك ويسلمها. ها؟ وش اقول لها؟ يمه وش هاللخمه؟ وش اقول لها؟ اصبر شوي استوعب افكر. ما يبي لها تفكير هذه. هذا عبد المحسن ما بتلقين احسن منه. ما شاء الله عليه، شاب متعلم، عنده محلات وعنده تجاره وعنده خير. ايه بس انا توني توظفت وشفت طريقي، تبيني اترك كل شيء واتزوج؟ ومن قال لك تتركين كل شيء؟ اول شرط في العقد انه ما يمنعك من الوظيفه. هماك قايلت لي من اول اني ما راح اتزوج الين اتوظف. الاول بس معاها ولا بس حكم يشق جبهتك انت وياه. صن سجلها يا حبيبي، اجتماع قوتين. يلا سلامات ابو اللعب اللي تعرفه يا شيخ. قول ضف ورقك حادنا عليك. ما علي منكم، مبروك يا خاوي. الله يبارك فيك. يلا سمحتوا قوموا، نبغتنا النشاط. وش ذا النظام يا ابوي، على كيفك؟ هي نلعب الاصول احنا. الحين اعلمك الاصول، ادق على خالي وترى بتقيد عليك وتقوم. ابد ابد ترى ما عندك مشكله، احنا جالسين لك هنا، في النهايه تراك تتفشل. الو السلام عليكم يا خال، الا بسالك. ايوه يا ابوي، ترى اللعب له اصول يرحم امك. تكتكا روح تعال، عندك ورقه اسكت. ورقك رزقك. من قال صن يا ابوي؟ اكلمك انا. لا لا حبيبي، ذي عليكم ذي. قوتين واجتمعوا يا ابوي. انا اكلم نفسي مجنون انا؟ حتجلطني يا ابن الحلال. يا ابوي ما يصير اكلمك من الصبح انا. اقول اجلس اجلس بس اجلس. صن ما قلتك تتفشل يا ابن الحلال. ها يا عمورك قمور، في حد تاني تبي تدق عليه لا سمح الله؟ هيا قوم الزاوية تستناك. دبشة هان دبشة، وراك تصل، اصبر شوي. الحين قلبت علي وشلون تنطق؟ ما تشوفه مدني يدي عشرها علي اللي العب مع غشيم. انا بمشي. ايه زبن زبن. مع السلامة. باي باي بالانجليزي، جود باي. المهم لا يكثر، كشتتنا باسر عقب صلاة الجمعة. اوف 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 اوف، اتحداك الريح البطلة. شكلك تدري اني ما تعشيت. لا ما دريت ولا سويت لي. اجل سوي لي واحدة ثانية. خلاص خذ ذي وانا بسوي لي. كفو والله. الا وش عندك جاي بدري اليوم؟ ابد، وراي صلاة الجمعة وبطلع مع العيال البر. حلو. الا على طار الجمعة، تخيل كلمتني ريم قالت نبغى نطلع بكرة، قلت لها ما اقدر انا عندي مذاكرة. المهم تهاوشنا وزعلت، تحسب اني اصرفها. طب عادي، اطلي معها ساعة ولا ساعتين، ترص تنفجرين من المذاكرة، وقولي لي هذه الطلعة علشانك انت، وصدقيني بترضى. بس مذاكرتي يا اخي مرة كثيرة. واخرتها تاخذين الدرجة كاملة. هقة كذا؟ ايه هقة. اسمي ابى احط الثوب على الدرج، ابي غسيل كوي مستعجل. اوكي اوكي، تصبح على خير. بالراس الطعم. عامر عامر كم صلت؟ يلا اذن. بسم الله الرحمن الرحيم. وليه الصراخ؟ ما تعرفين تصحي؟ وش اللي بوجهز؟ وش في وجهي؟ اشتغل السلاح النووي. يما! ما شوي شر يا بنتي، ما شوي شر ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل، فيهم اللي ما يخافون الله. حرام عليكم، لعبتوا بنفسية البنت. انت وش عرفك؟ أمك تقول البنت فيها عيب. يبا نوف ما فيها إلا العافية، لا توسوسون فيها. أنا السبب، ليتي ما تكلمت. وش أسوي بوجهي الحين؟ وش أروح الجامعة وأقابل البنات؟ خلاص يا نوف، ترى الموضوع بسيط، الحين نروح المستشفى ونطمن. ما أبغى مستشفى. اسمعي يا نوف، أنا بروح السيارة انتظرس، البسي عباتك وتعالي.
دكتور طمنا. عنها يذكو تطمنوا يا جماعة، هي عندها بس حساسية بسيطة. حساسية من ايش يا دكتور؟ يمكن استخدمتي على وشك حاجة مس أصلية أو حطيتي حاجة مس نظيفة. حاذات مس نظيفة. طب وش الحل يا دكتور؟ موضوع بسيط، هكتب لها على غسول. حتى أنتم عندكم غسال؟ أنا قلت غسول مس غسال. شكرا يا دكتور. تفضل. شكرا. عفوا. ها الحين ارتحتي؟ تطمنتي وكل شيء تمام، لو نس جالسة كان متنكدة الحين. اي والله الحمد لله، خفت مرة لما شفت ذي الحبوب. الحين انسي، كأنه ما صار شيء. إلا بس ألس، وش صار على طلعات مع ريم؟ تخيل، بعد ما فضيت جدولي ودقيت عليها، اعتذرت تقول خالتها بتجيها. خليها تدز هي وخالتها، داما هي خربت جدولس، أنا بخرب جدول العيال. هلا يا عيال، ترى ما أقدر أجيكم، عندي ظرف مع أهلي. خلاص الوعد بالاستراحة في الليل، مع السلامة. طب علميني علق السبب، علميني. ما في سبب، كذا بس. مو منطق كذا بس، بدون سبب من حقي أنا أعرف. خلاص تراك قثتني ورفعت ضغطي. يعني الدوا مزاج. سليمان، ليه ترفع صوتك على أمي يا البزر؟ لا تقول بزر، لا تقول بزر. ألا بزر وما تنعطى وجه. ها، شفت؟ شفت إنك بزر؟ وراك سكت. لو انك رجال كان ترد علي، بس انت بزر. طالع لنا بسالفة جديدة بعد اليوم، يقول يبي يروح الكافي مع اخوياه. اقعد يا الكافي، من متى تعرف الكافيات انت يا ورع؟ اخوياي قالوا لي بنطلع وقلت بجي معكم، وش فيها؟ شلون وش فيها؟ ما عندك اهل تستأذنهم؟ هذاري بستأذن منهم، واذا ما وداني عامر بروح بتاكسي. تفضل تفضل، تاكسي بعد. ايه ما هو بخط شنبك، خلاص سويت انا القوي، انا القادح، انا الكبير. عقال وخلك رجال، شغل تاكسي ما تاكسي ما يمشي معنا. واسمع كلام امي، وانك ترفع صوتك عليها، اوكي؟ ابقى لها مبزره بس. يما ترى الدنيا تغيرت، صح سليمان توه مراهق بس عنده حسابات بالسوشيال ميديا، يشوف يعرف كل شيء. وانت الله هديك تبغين تربينا مثل ما ربيتي عامر، ما كان عنده الا كوره بالحوش وسيكل. يعني تبين تعلميني وشلون اربيه؟ اكيد ما ابغى اعلمك شلون تربينا، انت ابخص. بس سليمان يحس نفسه مسؤول عن نفسه ولا يبغى احد يقيده. انت خلي عينك عليه وسايسي، لا تصبكين عليه مره. خلص بخليه يطلع معك، بس انتبهي له. ابشري من عيوني. أنتي؟ سليمان حبيبي وش فيك؟ يا أخي قل لي وش فيك والله بساعد. أخي متوعدين بكوفي، أمي قالت لا تروح. بس كذا؟ طب متى متوعدين؟ بعد المغرب. خلاص لا تزعل نفسك ولا شيء، أنا بوديك. بس أنا كلمتهم قلت ما يمديني أجي، اللي منشغل مع أهلي. سهلة، قل لهم خلصت شغلي مع أهلي وجيتكم. الله والله أحلى مهيتو مع محمد وسلطان والحب سعد نورين. هلا والله سليمان، بنورك والله. فماك تقول ماني بجاي؟ خلصت اشغال الوالد جيت. طب هو اللي جابك؟ لا يا رجال، جيت تاكسي. انت اهلك خلوك تجي تاكسي عادي؟ ايه عادي، ابوي يقول انت رجال دبر عمرك. هلا سليمان، لا تشرب بارد، بكره تلتهب عندك اللوز وابلش فيه. تراني شفت سنابتك. ايه بالكوفي. ما سألتك وينك؟ قل له يبدل لك المشروب بشي دافئ. إيه كلهم جو، كلهم جو. ولا تتأخر، ترى وراك مذاكرة. الله يسلمك الله يسلمك. يلا تبي شي؟ يلا يلا، مع السلامة. يلا عندي فكرة يا عيال، شراك نروح كلنا نتعشى مع السواق في محل شاورما قريب من هنا. بطل قدام. خلاص أجل بخليه يقرب السيارة على ما نخلص من هيك. الحين هذول تعرفهم؟ هي بالحلال وش فيك؟ هذه استراحة هلاليين قريبين من صناع القرار. يعني شفت اللي يقولون لك قريبين من البيت الهلالي؟ أنت الحين معهم. يعني هذول رجالة الهلال؟ تقدر تقول كذا. شفت الشايب اللي هناك؟ اللي فنس وحاط قلم أبيض؟ إيه شفته. إيه هذا يلعب بلوت مع عفيفي.
حتى القلم يسجل فيه. أم عاد إيه. نفس القلم. نفس القلم. لا واللي بجنبه قد صور مع بن نافع. والله قويين. والله ما هم معقول يا جماعة. النصر جابوا لهم فوزيفيتش والاتحاد كانتي والأهلي برمينو. إن مسلكيننا بنفيز ومالكم. بس مالكم جناح خطير ومكسر أرقام في الدوري الروسي. يا ابن الحلال أنا لو أرفع ثوبي وانزل في الدوري الروسي حقتنا صرت هداف عليهم. حنا نبي لعيبة عالميين ونبي لاعب في يدي بس. أنا عقب سحبة ميسي ما عاد يرضيني إلا مبابي. مستحيل يجي مبابي. وليه مستحيل إن شاء الله؟ هذا كريستيانو طول عمرك جابوه في الدوري، شوفه يتمرن في العريجة. وبعدين يا حبيبي هذا الهلال الزعيم ما في شيء غالي عليه. شوفوا هذول يوم يجيبون النجوم يوزعونه في الأندية. صار مبابي غالي علينا. وراك عصبت علي، مالي دخل أنا. صديقي عامر ما يقصد يا ابن الحلال هو وشلون، يقصد انه يبي لاعب افضل من امبابي في الهلال. ايه صح، امبابي مزاجي ويضيع كثير. انا ابي نيمار لاعب عالمي وفيدنا تسويقيا ويحل لنا مشاكل الكرات الثابته. يا اخي يا رجال بلا نيمار بلا هم، لاعب منتهي وذابحت على الاصابات. انا ابي لوكاكو. وانا ابي حب بخاري. سلامات يا ابوي سلامات. الحين مو بعاجبكم مبابي ونيمار واول تايطون ببن شرقي وعموري وخربين. يا ابوي وخر يدك انت، مو علشان تعرفهم. احمد ربكم على النعمه اللي انتم فيها. والله انك صادق. فسكنا واجد، دورينا صارت سنه بلاي ستيشن، حتى مباراه الاتفاق ما نفوتها. بس ولو يا ابو محمد، يبينا لاعب فئه اي واحد، كل الانديه عندها نجوم. إلا إحنا مستانسين بهارات ميشيل. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور الرحيم. إيوة وضحت يا أبويا. الله عليك يا حميد. يا أبويا هذا ناوي يبقى حمد الله والعيال، نحبه. أصبر لي. صبرنا له، حط لي جدول الترتيب بالأول الدوري فرحان، والدوري دوبه مدى. الله يا الدنيا، الحين صار اسمه كذا حمد الله حاف، مو بهذا أساتي الحراق اللي صجيتونا فيه. يا ابوي يديك مرحلة وانتهت، دحين نبغى أجنحة تساعد بنزيما. اللهم لا شماتة، إحنا يا الأهلي وضعنا في السليم، فيربينيو من أول مباراة جاب هاتريك. تعال لي يا شبابي، كابوسك رجع لك، أبى أرد التار. لو تلعبون بالبراعم حتفوزوا. ما حد عندنا حتى نجمنا الوحيد حسان راح للهلال. ما قلت لكم اي لاعب يبغون يصرفونه الهلال يعطونه الشباب، واي نجم في الشباب يبغونه الهلال ياخذونها بارده مبرده. اصلا نادينا كلهم هلاليين ونصراويين، والشبابيين تركين لهم النادي يتفرجوا. ايامك البلطه. ضرس. شلون تجرأت تسوي كذا؟ أقول لسداي قزس قز وأنت ما تدرين. يا ربي بنجن، شلون تسمح لنفسك تلمسني؟ مو شغلك أصلاً. يناظرني ما يناظرني، أنت مو مسؤول عني ولك علاقة فيني، تفهم؟ والله ما لمست منس ولا شعرة، بس نزلت الطرحة. عمي يعمل عد إن شاء الله، وجهي وأنا وجهك، هذا أنت قاعد طالع فيني، وش تفرق؟ أنا طالع علشان أتكلم معس، بس هو نظراته حادة. ناس وقحوا قليلة أدب أقسم بالله. شيل أقراضه ما دام. والله قدحت له يا عيال. كان ودي تطول الهوشه. والله انت مشكله، انت خرب علي زبون. قصدك خربت عليك القزقز يا اللي ما تستحي، حتى انا ما بشاري منك. ودي انتفك. ما كان لها اي داعي للاجتهادات يا ابوي. مش دران انها بتزعل، حسبتها بتقول لي شكرا. طب كان جبت الاغراض معك؟ والله يا نفسي فطير الزعل يا ابوي. انا عندي مبادئ، حسبني زيك مهمني الا بطني. احمد ربك انها ما استقعدت وراحت تشتكيك. اقول وقف وقف بس وقف. أهلاً وسهلاً حياك الله تفضل. أهلاً وسهلاً حياك الله تفضل.
هذه لي؟ ايه يعني عادي ادخل؟ ايه عادي. ثانك يو. دحين يا شباب وصلنا اول قسم، انتوا ادخلوا وانبسطوا وتفرجوا وانا بنظلكم لين تخلصوا. يا ابوي ايش اللي تفرجوا؟ لا تدخل مع بعض، رجل على رجلك. لازم؟ وش المشكلة انك ما تدخل معنا؟ المكان هذا مو جوي. اقول بس امش، انت اللي عزمنا وبالاخير تخرب الجو. يلا نعيش التجربة كلنا مع بعض. يا الله وش الفقر اليوم؟ اليوم فقر يا ادعموا زيدوا يا عيال، زيدوا كذا يا الله، انها الاموال انها الاموال. هلا بي جوي وجوائي. استنست ها؟ اموت بالتطبيق. عامر شوف ذاك يطالع فيك. يا الله يا الله. اي والله يا رجل، نفس الثوب ونفس الطاقيه. وش السالفه يا شيخ؟ الله يبرد سبدك، عجبتني يوم سحبت حجاب البنت وغطيتها علشان ما يتعمل فيها هذاك السافل عديم المروعة والقيم والمبادئ والأخلاق. مش دراك؟ شلون ما أدري؟ مقطعك ترند في كل مكان. أنت الحين صرت رمز الشهامة، رمز الرجولة. اللي أنت وش اسمك؟ عامر. لا، أنت من اليوم اسمك الساتر عامر. الله يستر عليك دنيا وآخرة. الله يسلمك ويخليك. ترى عامر صديقي مرة. والنعم فيك وفيه يا رجل. وأنا خويهم. هذا خويكم؟ إيه خوينا. ليه؟ يا شيخ ما اخترت. هذا من أعدائنا يا رجل، من أعدائنا الحسدة اللي ما خلى واحد بحاله. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش بني هو؟ والله إني حبيب، ترى مالي في المشاكل. معليش يا عامر، خليه يطلع برا. ما قلت لك يا عامر استناكم برا؟ وأصلاً أنا اللي ما أتشرف أجلس معاكم هنا يا شحاتين يا تافهين يا حقون. كبسوا كبسوا. يلا برا، روح صيح بالهاشتاك بتويتر. أنت بطل، أنت مثال للشاب الصالح، أنت الساتر عامر صاحب المبادئ والقيم. الله يكثر من أمثالك. أنت اليوم تستحق التكريم. اليوم بندخلك البث ونبيك تاخذ الأول طرق طرق. العموم اليوم كلنا ندعم عامر، واسمه من اليوم الساتر عامر. عامر 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 عامر. شكرا. لا داعي لا داعي. وبيع التمر واشري لي محصول اكبر وتكسبه وبيعه، واشري لي مزرعة بالليدة بهناخر مدنم، وافتح لي ورشة مرهمات. تبون أرز نثري؟ تهقى تركي نثر قروشي ونثر أحلامي معهن. ولا لقيناه في شقته وجواله مقفل. تعرف كان مع مين قبل اختفائه؟ ياوة، تركي صديقنا في الاستراحة. في خلاف سابق ما بين تركي وصالح؟ لا، بس مستغرب إنه تركي طلب يوصل صالح. ليه؟ لأن تركي مصلحتي وما يسوي شيء لله. وش المصلحة اللي بيلقاها من صالح؟ المصلحة تركي ما وصل صالح إلا يوم عرف إنه معه 35,000 كاش. تسلم يمناك الدحمي. أفا ما أكلت، ما جزال لك أحمي مات. إلا بشر لك الحمد، ما لي خاطر بالأكل ولا لي خاطر بشي نبت. أجل أموت العطلان مشت عليها الستيمر على أحلام. إيه والله، أجل تبيني نرجع للرياض عقب ما ضربنا هالمشوار عشان هم وسوس شاكن بروفيدزو. قلوا صاد زنت. وش الدبرة يا عيال؟ إنها بتلجسين بذا. نعن الله من نريه راجعوا. ترى كشقيتنا يا ابن الحلال، ما أنت بميتنا مكانك، لا تخاف. إن شاء الله إذا ما أحد فزع لنا نبي ندبر أنفسنا، حنا رجال. وبعدين يا أخي أول ما حطينا عزبتنا أنا قايل لك أصنع من النكبة متعة. كريه الصلحي نزل وراها فراشي. والله أنا بديت أنود. متهميني أنا؟ يا حضرة الضابط، هذولي مبزرة حاقدين علي. أنا بستقعد لهم، يا أما أنهم يقدمون إثباتات إن هذا حصل،
ولا بشتكيهم؟ تركي بلا لف ودوران، عندك خبر ان صالح كان يحمل معه 35,000 ريال كاش؟ يعني تقصد تقول اني صرت خوي صالح؟ مستحيل. تفضل. لقينا في سيارة المتهم الجوال، وهذا الظرف اللي فيه مبلغ المالي. أكيد في غلط، أكيد نزاع في سيارتي. تركي، كل شيء واضح. صالح وين؟ والله وجيك ماشي طبالين بالموتر. وابلشني خويي، إلا ولا يبي يصور الفصلة. عاد يصور ثم يحذف، يصور ثم يحذف. واليوم إنه ربط معه المقطع يوريني إياه. عاين في الجوال ثم عاين قدامي، إلا قدام المطعم. أكيد يا كينج الخشات، صرفت بأربع نطلات وثلاث عقد. لا والله، دطلت الموتر جهة المعزز وخشيت في المطعم. وعسى ما تضرر أحد بس. إلا والله، معلم الشاورما على معلم الفطائر، فوقهم الكاشير، حتى اثنين كانوا جالسين يتضاربون مين اللي حاسب، شلتهم كلهم. عاد أنا الحمد لله ربي أسلمني، بس جاني جرح مفيضة أكرمكم الله، بس والله أني ما حصلته. الحمد لله على سلامتك، شفت مقطعك في اليوتيوب قلت ما يضبط إلا كينج الخشات. إنك تفهم، لما قلت لي يا ذيبان، وش قضيتك؟ أنا قضيتي مي بخشات ولا حرفتي، أنا متهميني إني خاطف خويي وسارق منه 35,000 ريال يا جماعة. لا، أخذ هذه وجوال. أدخل على الله، عاد هو خويك مرة. أخو دنيا، أخو دنيا يا جماعة الخير، والله أخو دنيا. والله ما لهم داعي الصراحة. قولهم يا أخي، علمهم. معقولة؟ معقولة أنا أخون العيش والملح اللي بيني وبين خويي؟ أخون العشرة معقولة؟ والله أنت أبشر، إن كانك تبيني أكلم لك الملازم تراني أمون عليه، بس ما ودك تقول لي وين 35,000؟ خلني أخلي واحد من العيال استثمر لك فيها، تطلع من هنا وهي 10 أضعاف. أسطر هذا أول، وش يسوي به؟ حتى أنت ما تمصدقني يا ابن الحلال، وش فيك؟ مصدقك، واضح عليك بالناس وما أنت راعي الأمور. بس وين الدراهم؟